أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو شاهدوا كيف أصبحوا أبناء الفنان الراحل نضال سيجري بعد 8 سنوات على رحيله، ومعلومات عن زوجته سندس برهوم. صادفت ذكرى ميلاد الفنان السوري الراحل نضال سيجري يوم الجمعة الماضية بتاريخ 28 مايو، حيث يحرص العديد من زملائه النجوم على إحياء هذه المناسبة، وأبرزهم النجمة شكران مرتجى وزميله السابق في مسلسل ضيعة ضايعة النجم باسم ياخور وغيرهما. وكان اللافت هذا العام نشر إحدى الصفحات المعنية بأخبار مشاهير سوريا صورة من احتفال زوجة الفنان الراحل سندس برهوم وأبنائه ويليام وآدم بعيد ميلاده، مع التعليق على أنهم يحتفلون به كل عام. إلا أن أغلب التعليقات المتابعين جاءت حول قدم الصورة، إذ أن ابني الراحل سيجري أصبحا بعمر أكبر من الصورة التي نشرت، وأن أرملته قد تزوجت مؤخرا. وبعد البحث تبين أن الكاتبة سندس برهوم أرملت الفنان الراحل نضال سيجري، بالفعل تزوجت بعد وفاته بمدة، ولديها من زوجها الثاني ابن وابنة، أما أبناء الراحل فيعيشان مع والدتهما وزوجها. وخلال جولة في حسابات ويليام وآدم على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الانستغرام، فقد تبين أنهما أصبحا بعمر الشباب، وأن حساباتهما عبر انستغرام ليست نشطة بالشكل المطلوب، كما أنهما لم يشاركا مؤخرا أي احتفال لهما بذكرى ميلاد والدهما. وسندس برهوم هي كاتبة سورية من مواليد عام 75، ونالت إجازة في علم الاجتماع من كلية الآداب في سوريا، ودبلوم علم نفس أطفال من الجامعة البريطانية، وحصلت أيضا على دبلوم حماية طفل معنف من المعهد العالي للبحوث السكانية في سوريا، وماستر في الرعاية النفسية الأولية في مناطق الكوارث والحروب، وتعمل اختصاصية اجتماعية في وزارة الصحة السورية منذ عام 2000، ونشرت عدة مقالات في مجلة شبابيك وجريدة بلدنا، وعتبة الباب هو عملها الروائي الأول. ويحل يوم الجمعة الموافق 28 مايو عام 2021 الذكرى 56 لميلاد الفنان السوري الراحل نضال سيجري، حيث أنه من مواليد 28 مايو عام 65 بمدينة اللاذقية السورية. وتم في اللاذقية دراسته الثانوية، وانتقل بعد ذلك إلى دمشق، ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعاش في غرفة صغيرة في حي باب توما، وبقي فيها حتى عام 2005، وانضم إلى نقابة الفنانين السوريين عام 91، وهو نفس العام الذي تخرج فيه من المعهد، وظهر في أول الأعمال التلفزيونية في العام الذي تلاه ضمن مسلسل الشريد من إخراج غسان باخوس. وقبل أن ينطلق في عدة أعمال تراوحت بين الاجتماعية والتاريخية والكوميدية، نجح خلالها بوضع بصمته على الشخصيات التي أداها. ويعد الفنان السوري الراحل نضال سيجري أحد الفنانين القلائل الذين أبدعوا على شاشة السينما والتلفزيون السوري، كما عرف بإخلاصه الشديد للمسرح حتى بعد وفاته. واشتهر الفنان الراحل نضال سيجري بشخصية أسعد خرشوف التي جسدها في المسلسل السوري الكوميدي ضيعة ضايعة، بجانب الفنان السوري باسم ياخور الذي جسد دور جودة أبو خميس. وحقق المسلسل السوري ضيعة ضايعة بجزئيه نجاحا كبيرا على الصعيدين السوري والعربي، وكان أحد أهم أسباب هذا النجاح هو الممثل الراحل نضال سيجري المواطن البسيط الساذج بحرفية عالية للغاية.
وأضاف الفنان نضال سيجري إلى الشخصية العديدة من التفاصيل، وهذا ما جعلها محفورة في عقول المشاهدين الذين يرددون كلماتها حتى اليوم، ليصبح بفضلها أحد أهم النجوم السوريين. وحظي العمل بشعبية كبيرة في الوطن العربي محققا نجاحا جماهيريا لافتا، وقدم العمل حياة سكان الضيعة أم الطنافس التي تعيش بمعزل عن العالم، ويعيش سكانها حياة بسيطة جدا مليئة بالأحداث الطريفة والمميزة. وارتبط اسم الفنان نضال سيجري بأسعد خرشوف رغم تقديم الراحل لعشرات الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية منذ تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق. وقد وصل الفنان نضال سيجري إلى قمة نجاحه مع صداقات عميقة عقدها مع زملائه في الوسط الفني السوري أو في علاقته مع الجمهور. وفقد الراحل نضال سيجري صوته في آخر أيام حياته، إلا أن هذا الأمر لم يمنعه من المشاركة في مسلسل بنات العيلة، وجسد دور شخص يعاني من مشكلة في الكلام. وشارك الفنان الراحل نضال سيجري بالعديد من الأعمال المميزة في مسيرته الفنية، ومن أبرزها العبابيد وأبناء القهر وليالي الصالحية وعصر الجنون وغزلان في غابة الدياب والانتظار ومسلسل خربة، والذي ظهر فيه أيضا بشخصية فقد صوتها. وأصيب الفنان نضال سيجري بسرطان الحنجرة، وحاول العلاج منه إلى أن اضطر لاقتلاع حنجرته قبل أن يسيطر المرض عليه ويرحل في 11 من تموز من عام 2013. وشيع الفنان الراحل نضال سيجري من منزل شقيقته في المشروع السابع في مدينة اللاذقية قبل أن يتجه الجثمان إلى المسرح القومي. والفنان الراحل نضال سيجري ترك رسالة لمحبيه وجمهوره قبل وفاته، قال فيها: وطني مجروح وأنا أنزف، خانتني حنجرتي فاقتلعتها، أرجوكم لا تخونوا وطنكم. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.